في موضوع آخر، تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة ما بين 4 و 6 من نوفمبر الجاري فعالية النسخة الثانية من القمة العالمية للنساء المنظم من طرف مؤسسة ستارت أب جرو فونديشن لتعزيز القيادة النسائية وإيصال صوت المرأة الإفريقية. وأوضحت المؤسسة أن هذا الحدث الذي سينعقد حضوريا وعن بعد في موضوع إقلاع إفريقيا تمكين النساء من تعزيز النمو الاقتصادي يشكل فرصة أمام المشاركين لإرساء استراتيجيات من أجل زخم جديد لريادة الأعمال النسائية في إفريقيا بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والابتكار والطاقات المتجددة، لا سيما خلال هذه الظرفية التي تتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19. الحدث سيعرف مشاركة ثلة من الشخصيات المغربية والأجنبية ذات المكانة الدولية، كما سيحتضن في الوقت ذاته حاملي الأفكار أو المشاريع، لا سيما الشباب منهم. وبخصوص هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من مدينة الداخلة موفدة قناة ميديا تي في ملك مهراج. ملك، أهلا بك. أهلا بك مريم وأهلا بلينا وبمشاهدنا الكرام. ملك، بداية، ما الذي يميز النسخة الحالية للقمة العالمية للنساء عن سابقتها؟ نعم مريم، أنا أتواجد الآن بمدينة الداخلة، عاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب، والتي أصبحت اليوم قبلة للنساء الرائدات في مجال المال والأعمال في إطار قمة المرأة العالمية التي تنظم في نسختها الثانية هذا العام تحت الرئاسة الشرفية للأميرة للا مريم ومن تنظيم مؤسسة ستارت أب أند جرو. وهذه القمة جاءت هذا العام تحت شعار إفريقيا صامدة، تمكين المرأة قيادة النمو الاقتصادي وتعرف مشاركة وازنة من النساء الرائدات في مجال المال والأعمال سواء من المغرب أو من جميع أنحاء العالم. هناك وفود أمريكية ووفود إفريقية وأوروبية جاءت هنا للمشاركة في هذا الحدث الكبير والذي يناقش أو سيشكل أرضية لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بدرجة أولى بتحفيز الريادة النسائية للمرأة الإفريقية في الاقتصاد الرقمي تحديدا وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة على ضوء التحولات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى مواضيع آنية سيتم تناولها خلال برنامج هذه القمة المستمرة حتى يوم السبت، والتي تم اليوم الندوة الافتتاحية لهذه القمة تمت اليوم بمشاركة من ثلة من الأكاديميين و رواد الأعمال القادمين من مختلف أنحاء العالم، وأيضا بحضور وازن للسلطات المحلية وللمنتخبين. وطبعا كانت هناك كلمة لوالي جهة الداخلة وادي الذهب هذا الصباح لافتتاح هذا الحدث الكبير، وأيضا لرئيس الجهة ولمجموعة من الشخصيات هنا التي نعم في الداخلة طيب. جهة الدخلة وذي الذهب طيب. هذا فيما يتعلق طيب ملك. نعم، اليوم هذا فيما يتعلق بالندوة الافتتاحية لنا. طيب، اليوم ملك تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص تهم الإدماج المهني للشباب المقاولين بأقاليم الجنوبية، ما هي أهداف هذه الاتفاقية؟ نعم مريم، يتعلق الأمر باتفاقية كما قلت بين القطاع الخاص والعمومي تم التوقيع عليها من طرف مؤسسات بنكية بالإضافة إلى الجمعية المنظمة لهذا الحدث الكبير. يتعلق الأمر هنا بمؤسسة أو مجموعة البنك الشعبي، مؤسسة باير، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات التي أشرفت على توقيع على هذه الاتفاقية التي تهم الإدماج المهني للشباب من حاملي المشاريع في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الاتفاقية تأخذ على عاتقها مواكبة الشباب الحاملين المشاريع في الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال الدعم والتمويل وأيضا سبل المواكبة والمرافقة من مرحلة خلق المقاولة إلى تطويرها، وأيضا مساعدة المقاولات الفتية
الدولية والتي تعاني من صعوبات خاصة على مستوى التمويل البنكي، وذلك ينسجم مع الرؤية الملكية التي تصب في اتجاه تشجيع الشباب من حاملي المشاريع، والتي تكرست من خلال العديد من المناسبات والخطب الملكية التي ركزت على هذا الجانب، والتي ركزت على أهمية تشجيع الشباب على خلق المقاولات وتوفير السبل المادية والمراقبة أو المواكبة والمرافقة لهم من خلال التكوين أيضا. من الدخلة مفادات أعود ربما مريم إلى أعود ربما إلى اختيار مدينة الداخلة الذي لم يكن محض صدفة، كما أكد لنا ذلك المنظمون منظمو هذا الحدث. الداخلة بداية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، وهي مدينة لها مستقبل اقتصادي واعد باعتبارها القطب الاقتصادي لجهة الداخلة والذهب، خاصة على ضوء مجموعة من المنجزات والمشاريع الكبرى التي غيرت ملامح الجهة والمدينة على وجه التحديد، على ضوء طبعا النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة. أريد أن أشير أيضا إلى أن افتتاح عدد من القنصليات الأجنبية هنا في مدينة الداخلة سيزيد من الجاذبية الاقتصادية لهذه المدينة، ومن تشجيع المستثمرين على ولوج سوق هذه المنطقة وتحفيز العلاقات التجارية. نعم، من مدينة الداخلة مفادات قناة ميديان تيفي ملك مهرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.